من جديد بنرحب بكل مشاهدي عالم الصباح اللي انضموا لنا هلا لحتى يتابعوا فقرة رشة ملح. بلشت احضر طبق البوبيات الدجاج مع الهليون. اول شيء دقات صدر الدجاج بهالشكل، بده يكون وزنه تقريبا 180 جرام. بندقه او بنفتحه بالسكين، بنحط بقلبه هليون. فينا نستخدم هليون معلب وفينا نحط هليون طازة، بس بدنا نسلقه شوي صغيرة. بدي ارجع اذكركم على طول، كل شيء اخضر عم نسلق نحطه بالمي نسلقه، لازم نحط معه على طول رشه كربونه، هي بتخليه يبقى لونه اخضر، وبنرجع نحطه بمي بارده. بهالوقت عم تمرق الوصفه على الشاشه، فينا نشوفها ونسجل حتى نجرب وصفه كتير سهله بهالشكل. فطر طازه او فطر معلب ما في مشكل، بنلفها بشكل ساندويش. طيب بهالشكل هيدا على صينية، ما بدنا نحط كردوني، ما بدنا نحط لها اي شيء، لانه في ستات كثير بيسالوا انه ممكن تفتح بس تتعرض للحراره. ابدا، بتشد على بعضها، بتكمش الدجاج على بعضه وما بتفتح ابدا. رح فوتها على الفرن، بدها تقريبا 10 دقائق لحتى تستوي. حطينا عليها رشه زيت بقلبها، هيدي اول مرحله. رح نعمل معها رز ابيض، بس رح نلونه شوي نحن بالعقدة الصفرة. فينا نستخدم محل الرز بطاطا بيريه مسلوقة مطحنة، او نستخدم بطاطا مشوية، ما في اي مشكل ابدا. انتو حسب ذوقكم شو بتحبوا تقدموا مع ما في. حط شوي زيت، بفضلوا حطوا زبدة كمان مش غلط مع الرز. هيدي البوبيات بس تطلع من الفرن، رح ناخذ الخواص اللي نزلت منها كلها بالصينيه، رح نضيف عليها شوي كريم فريش تغلي مع بعضها، وبنرجع بنضيفها على وجه قطع الدجاج، وبنحط بالوسط الرز اللي عم نطبخه هلا. عندنا رز مع العادي الصفرة، رز انا كنت ناقعه قبل بوقت وصفيته. بدي ارجع اذكركم الرز الحبه طويله، كل كباية رز بدها كبايتين مي سخنة على طول، بنستخدم مي مغلية، وبنحط لها رشة ملح ورشة بهار أبيض، وإذا عم نلونها أو بنلون باقي الزعفران أو بنلونها بالعادي الصفرة. هيدي رشة ملح، هنحط رشة بهار أبيض. البهار الأبيض برجع بذكركم اللي ما بحبوا الحار ما يكتروا منه، شيء بسيط. وعندي العقدة الصفرة اللي بتعطينا لون كتير حلو، قلت يا عقدة صفرة او زعفران، انتو شو بتفضلوا، ما في كمان ابدا. رح نقلبهم شوي، بس يبلش حبات الرز تلزق بكعب الطنجرة بيكون في صار ضرورة نحط المي، بكون تقلوا كله مع البهار الموجود مع الملح والمي المغلية على جنبي على طول. الرز كمان نصيحة، ما بيتحرك ابدا الرز، بنتركه يغلي على نار خفيفة بس تنشف ميته ويعمل ثقوب على الوجه، بنقلبه قلبة واحدة بس وبنتركه لحتى ينضج نهائيا. هلا في كتير اوقات بتسأل ستات بيوت انه ممكن الرز ما يستوي معي، يكون بعد بده مي، شو ممكن اعمل؟ نشفت ميته بعد ما استوى. برجع بذكركم بنصايح دايما، نحط لها ورقة نايلو على الوجه خشخاش، ونضغطها بالغطاء وبنطفي عليها، البخار عم يطلع من قلبها بيرجع بيخلي الرز يستوي كليا. بس اكيد ما بنضيف ابدا مي، لانه بس نضيف له مي للرز بده يعجن على بعضه وبيطلع ما بيسوى، بصير خابز كليا. حنضيف المي، كل ما الرز كان منقوع اكثر وقت على بالمي قبل ما نطبخه كمان بصير يتغير كميه المي لازم ياخذها. اذا نقعناه فتره طويله مده شي ساعه او ساعتين اكيد تنزل كميه المي، بلا ما ياخذ معدل الكبايه تاخذ قد على مرتين، بصير تاخذ قد على مره ونص مش اكثر من هيك. هيدا الرز رح نضيف له بعد شوي،
وراح يتركه بس يبلش يغلي، راح وطي عليه النار و بتركه لحتى ينضج كليا، نرجع بكون طلع الدجاج بنبلش نشتغل فيه. هلا عندي عملنا طرد المالح، راح نجيبه راح ارجع اذكركم بالعجينه. عملنا طحين، زبده، رشه ملح وخلطناهم مع بعض، بيطلع بالشكل اللي انتم تفضلوا تعملوا هذا الشكل، ما في اي مشكل حسب القالب اللي عندكم انتم فيه، القوالب الجيلاتين اللي بتتفوت على الفرن في اشكال كثير مختلفه، اشكال حلوه بتجي فينا نستخدم الشكل اللي بدنا هو نحن، ما في اي مشكل. هيدا من الاطباق المقبلات السخنه فينا نعتبرها. وعملنا له حشوه، عملنا دجاج مع البصل والفطر والجزر، حطينا زنجبيل بقلبهم، واخر شيء ضفت لهم شراب الرمان رشه صغيره، بيطلعوا كتير طيبين. اللي ما بفضلوا شراب الرمان فيهم حطوا محله الصويا صوص. فينا على وجه نضيف له الزيتون الاسود، او بنضيف اذا عندنا رمان حب ممكن نحط لها رمان حب حامض، كمان بيعطيها شكل كتير حلو ونكهة كتير طيبة. فيها ست البيت تحضرها قبل وقت طويل ما في مشكل، فينا نخبزها من الظهر العجينة ونحضر الحشوة بكير وقبل وقت السفرة بشي بسيط، نسكب الحشوة بنسخنها شوي وبنسكبها وبتتقدم بهالشكل. هيك بنكون غيرنا شوي عن العجائن، عطول بنلف الرقاق او بنلف السمبوسك اللي معودين احنا نعمله دايما على السفرة، هيدي بتطلع شوي مختلفة. اذا ما بيحبوا يحطوا بقلبها صدر الدجاج فيهم يحطوا له خضرة، فينا نستخدم بس الخضار، نحط كرات وكرفس، بصل، جزر، فليفلة ملونة، وبنضيف له الجوز اخر شيء، بتتقدم بديل عن الدجاج. هيدي رح نحط عليها، رح نفرم لها زيتون اسود، فيها نحط حبة على كل وحدة بهالشكل. هلا بشهر رمضان كيف بدنا نعير الملح، كيف بدنا نعرف الطعمة، بتصير دايما اي ست عم تشتغل تعير معلقة صغيرة، معلقة الشاي اللي هي معدلة 15 جرام، معلقة الأكل معدلة 25 جرام نحن بنعتبرها. برجع بذكركم 15 جرام معلقة الشاي الصغيرة ومعلقة الأكل 25 جرام، فينا نعير فيها مرة واحدة، بصير نحفظ دايما شو عنا عيار بالأكل شو ممكن نضيف حتى يطلع ملح، إذا مش قادرين أبدا ندوق يطلع ملح 100% صح معنا. بعد عندي اليوم رح نعمل شوربة الذرة، دخلها شيء أخضر بهالشكل، بقدونس أو نعنع بيعطيها شكل حلو خضار. هيدي خلصت، وعندي القطايف، قطايف بجوز كمان صارت جاهزة. عملنا قطايف بجوز ومرقنا مع قطايف بجبنة، كله عملناه بالفرن. بشهر رمضان بالأخص دايما الستات والأشخاص والعائلة كلها بتحاول تهرب من الشغل بالذات بالمقلي، فنصيحة بنروح دايما على الشوي بالفرن، لأن معظم أفراد العائلة بيكونوا بيحاولوا يخففوا كمية الذات. فالقطايف بننصح انه يستخدموها مشويه، العجينه مرقناها وعملنا كيف لازم تبقى شوي بيضه لحتى نقدر
بعد ما تفوت على الفرن تتحمر قلنا فينا نضيف لها. شفنا الرز بلش يغلي بهالشكل، ما راح احرك، راح اتركه لحتى تنشف ميته، وبرجع بدي احط له قلبي وحده ودوق اشوف اذا المي كافيه ولا صار جاهز. راح نطل بهالوقت على الفرن. شفنا كيف بلش يتغير لونهم، بدهم بعد 5 دقايق بصيروا جاهزين لحتى نبلش نشتغل فيهم. رح نبلش نحضر شوربة الذرة. أهم شيء لنعمل شوربة الذرة لازم نتعلم نعمل الكريم. الكريم اللي هو بتركب منه كل أنواع الشوربات اللي هن الفطر والهليون الذرة، كل أنواع الكريم هن طريقة واحدة. الفرق بين الكل هو بس شو بنحط نحن المادة الأساسية اللي بنستخدمها. رح نعمل أول شيء بدنا نعمل رو أبيض، يعني زبدة وطحين. بدي أحط معلقتين زبدة، بانواع الرو هو بنعمله كل انواع الصلصات اللي بدنا نستخدمها بالاكل. اذا عم نعمل صلصه للدجاج او للحمه او للسمك، اي شيء بدنا نعقد صلصه لازم نستخدم الرو. يعني رو ابيض فينا نعمله رو اشقر، نعطيه شويه نار اكثر زياده اذا عم نعمل صلصه للحمه. وبس اهم شيء يكون عندي كميه الزبده قد كميه الطحينه. حطيت معلقتين زبده بس يدوبوا، رح احط لهم معلقتين طحين واتركهم يتقلوا شوي لتروح طعمة الطحين. برجع بضيف عليهم اذا عندي مرقة دجاج او مي عادية مغلية، بحط لهم نص لتر تقريبا، وبرجع بضيف عليهم كريم فريش وبحط الذرة معهم، بتركهم يغلوا مع بعض، برجع بطحنها، بتصير شوربة الذرة جاهزة. فيني استبدل الذرة بالفطر بصير عندي شوربة الفطر. نفس الشيء اي شيء بحطه بقلبها بصير تحمل اسمه، ما في اي فرق بيناتهم الا بس هي الطعمة الاساسية اللي بتحملها الشوربة. ننطر لتذوب الزبدة على الاخر، نرجع نضيف عليها الطحين. هيدا رو ابيض عم نعمل. رح نضيف طحين معلقتين. هيدي الزبدة صارت جاهزة دابت. ننتبه الزبدة كمان إذا تقلت شوي زيادة بتاخد لون ما بيسوى. هاي معلقة وهيدي 2 طحين. لحتى يكون تقلى الطحين عندي مع الزبدة شوي صغير، رح نطلع بريك كتير قصير وبنرجع بنكفي أنا وياكم كيف نعمل الدجاج مع البوبيات ونرجع نعمل شوربة الذرة. بريك كتير قصير وبنرجع.